إن التاريخ خزان كبير للتجارب المتراكمة، لذلك قيل ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. من صغرتها لأهدن مشي جواد بولس 82 سنة بقلب هالعصر، وعاش آلاف السنين بقلب التاريخ القديم والمعاصر. بواحد كانون الثاني سنة 1900 صفحة كبيرة من الزمن انطوت، وصفحة كبيرة انفتحت. ناس كتار بيمرقوا وبيتركوا الدنيا وما بيتركوا خلفهم أثر، وناس قلال بيمرقوا وبيحفروا على الصفحة الكبيرة أساميهم وأفعالهم وكتاباتهم. جواد بولس الإهدن اللبناني من القلال اللي بيذكرون التاريخ بعد الوفاة، مثل ما بيذكر المفكرين الكبار والفنانين ورجال العلم والسياسة وكل المساهمين بالحضارة العالمية. وعند وفاته ب 16 أيلول 1982 كان عمره وقتها موازي للتاريخ اللي كتبه. وبين صغرتها وإهدن وعي جواد بولس على أخبار البطولات والحروب وصراعات التحرر. منذ عهود المسيحية الأولى انزرعت إهدن بالكنائس وطلع منها بطاركة، كهنة، قديسين وأبطال. وحد البطولة فكر وحد السيف ألم. المرحوم الأستاذ جواد بولس انطلق في عمله من قاعدتين. قاعدة أولى هي الإرث الوطني اللي ورثه عن عائلته، بالخاص عن جده المرحوم الشيخ أسعد بولس اللي كان رفيق للمغفور له يوسف بك كرم في حركته الانتفاضية ضد الحاكم الأجنبي في لبنان في منتصف القرن التاسع عشر. والمرحوم أسعد بولس كان دايما مع يوسف بك كرم الحركة وبالمعارك اللي خاضها في جميع المناطق اللبنانية، وكان له دور أكثر من رجل عسكري يعني أو قائد حملة إلى جانب يوسف بك كرم. كان رجل مثقف، كان رجل علم. بالمنتصف القرن التاسع عشر كان كاتب عنده مذكرات عن حركة يوسف بك كرم وعن الأهداف الوطنية اللي كان يتوخاها. بهالإرث اللي تركه المرحوم الشيخ أسعد بولس حواه المرحوم الأستاذ جواد وعاشه. تأثر جواد بولس بطفولته وشبابه بالشيخ أسعد بولس المكاري، جده الوقف مع يوسف بك كرم وكان أبرز القادة العسكريين مع البطل الإهدني. الشيخ أسعد المكاري كان من المناضلين اللي ما بيلينوا، وقف ضد السلطات العثمانية فاعتقلته حكومة فرانكو باشا وأبعدته أيام المتصرفية 4 سنين إلى الأستانة. علم الشيخ أسعد حفيده الفروسية وأهدي فرس، وكان دايما يردد على مسامع جواد: يا ابني الإهدني والماروني لازم يكون فارس.
وظلت هواية الفروسية عن جواد بولس مجرد هواية. العرفوا الجد والحفيد بيقولوا انه اتنين كان عندهم ملامح الوجه ذاتها والصلابة ذاتها وصفات النبل وحب الكتب والمعرفة، ويمكن تاج الصفات عن جواد بولس صفة الزهد. المزية الأولى لجواد بولس زهده، كان زاهد بكل شيء حتى بالسياسة، كان يتعاطى مع السياسة تعاطي العلم، تعاطي رجل العلم مش تعاطي رجل الوصول. مؤكد كان زاهد وما كان ياخد الطرق للوصول، وكثير من أصحابه ومن مؤيدينه كانوا يلوموه على هالمواقف هيدي، هو بالنسبة له ما كان تعني له شيء أبدا. المرحوم الأستاذ جواد بولس كان علم من أعلام الفكر والثقافي في لبنان، وكان رجل يؤخذ رأيه بعين الاعتبار في كل الأوساط السياسية، مش بس بلبنان بل بالمنطقة وبالعالم، لأنه كان يبني طروحاته على ما أجرى من أبحاث، على معرفته وإلمامه بتاريخ المنطقة وتاريخ الشعوب بصورة عامة. فمن هون كان لأراءه السياسية أهمية كبرى حتى في أمريكا، في أوساط صانعي السياسي الأمريكي، يعني البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، كان الأستاذ جواد بولس كان محط الاعتبار والاحترام والتقدير. في صغرته عندنا احنا خمس عائلات سياسية أي تتعاطى الشأن السياسي في البلد، وهذا من زمن. وهل تعاطي إما يأتي من عائلة كبرى، يعني عند مجموعة من الأفراد تعمل لتوصل أحد أفرادها، وأما من تراث الوطني. والمرحوم الأستاذ جواد بولس استند إلى الاثنين، إلى عائلته وإلى تراثه الوطني. والعائلة اللي حملته وضحت في سبيله أحب وتعاطف معه، إنما تعاطف معها بما هو للخير، يعني عايش العمل السياسي ولكن متأثر بالعائلية وبالمفهوم الصغير للعائلية. أنا من دعاة العائلية، نحن في لبنان وفي الشرق نعمل في ضمن العائلة. أستاذ جواد بولس انطلق من العائلية ولكن متأثر بمصالح العائلية الصغرى، يعني لأنه ابن عائلتي لازم أسنده، لا مشي دائما مع الحق، حتى ولو كان ابن عائلته على خطأ كان ضده، ما كان يمشي لأنه ابن عائلتي. هذا ميزة كانت المرحوم أستاذ جواد بولس يمتاز فيها عن بقية السياسيين في لبنان. يختصر جواد بولس بأنه رجل الأرستقراطية بتصرفاته وبكتاباته. ما بعرف بين رفقاتنا شخص حافظ على هالكرامة، إن كان بحياته السياسية والاجتماعية أو بكتاباته. بلخصه بهالكلمة، جواد بولس أرستقراطي الحياة والفكر. شخصية جواد بولس بالحقيقة شخصية متعددة المظاهر، وصعب واحد بيقدر يحيط فيها كلها، لأنه كان بطبيعته رجل منغلق على نفسه، كثير التكتم، قليل الحديث بشؤونه الشخصية، إنما كثير الحديث بشؤون اللي بتهمه إذا كان في مستمع هيك يرتاح له. فأنا طبعا يعني ما عاصرته تماما، إنما كنت على درجة من وعي كافية إنه أقدر الساعات الطويلة اللي قضيناها سوا بفترات متقطعة. كنت أحيانا أطلع على أهدين مضي نهار فوق مع الشباب اللي نوعا ما من جيلي، مرحوم سيمون نوخاص وشيخ روبير، ونستمع لجواد هيك، يعني كنت استمع له أكثر ما نقعد معه. كان يتميز بقدرة التحليل، وبأنه خلافا لكثيرين من اللي بده يبحثوا هيك أرخوا الأمور، أنه كان يقدر يعطي الواحد نظرة تاريخية من غير ما تكون مملة، لأنه مع الأسف التاريخ في غالب الأحيان بيصير ممل للي ما عنده مرق شخصي أو اهتمام شخصي بالتاريخ.
فجواد بولس كان يمتاز على غيره من الناس بأنه محدث في التاريخ بقدر ما هو بحاث في التاريخ. جواد بولس عبر الأجيال أنه موثق في التاريخ اللبناني، من الذين كتبوا التاريخ اللبناني بكثير من الثقة والدقة. كان يشكل في المناقبية ذروة قيمة إنسانية لها فضائلها الكاملة شيء من النوع، قلب نقي جدا، مخلص جدا ووطني جدا. كل ذلك يساوي جواد بولس. أول شيء وأنا وقت كنت أطلع لعنده على رسوان ملك كان يستقبلني بأوضته، كان عنده أوضة فيها مكتب صغير ومكتبه، ويقعد ورا المكتب وقعد أنا وياه نحكي عن أشياء أكيد تاريخية وسياسية وحضارية. بس اللي ملفت أنه يعني كان من ناحية، ومع أنه عالم ومؤرخ كبير وكان عمره حوالي 80 سنة، يحترم الناس كلهم يعني، أو يمد حديث معي من الناد للناد يعني، يتشرب مني مثل ما اتشرب منه، ويجع هو يتشرب يعني، يخليني أحس أنه أنا عالم مثله يعني، أنا بقدر أعطيه قد ما هو عم يعطيني. وكتير أشياء يمكن أنا يمكن ما أعطيته شي فيها، بس خليني أشعر أنه علماتي ومعلوماتي مهمين كتير بالنسبة له. بالأربع وخمسين بأواخره يعني بأول الصيفية جات عبيت الأستاذ جواد بولس، كنت ولد عبري 20 سنة، ولد شوفير عنده، وبقيت انبسطت كثير معه، حياتي كثير كانت حلوة، لأنه كان رجل قضيص لا بيسب ولا بيحلف يمين ولا بيكذب. عنده قضية الكذبة هي دي يعني بجرم، ما كان يريد حمل الصليح، كان عنده فرد صغير عطوني إياه، قام شافه معي مرة قال لي يا ابني أشكي بدك تحمله، روح عد بصغرتي، أنا عندي عائلة كبيرة تقدر تحمل السلاح، بس هو ما بدي حمل السلاح. بمدرسة عين تورة أمضى جواد بولس 3 سنين و3 شهور من سنة 1911 ل 1914. بهالسنة أغفرت المدرسة أبوابها بكانون الأول، فرجع جواد بولس عصغرتا وتحت رعاية الشيخ أسعد. تابع جواد بولس تحصيله العلمي، فكان الجد يزود الحفيد بكتب يجيبها من مكتبات الكهنة والأدباء بالشمال. بعد الحرب التحق جواد بولس بمعهد الحقوق الفرنسي ونال الإجازة بالحقوق سنة 1922، وبدأ فترة التدرج بمكتب الرئيس أميل قدي إلى جانب الشيخ بشارة الخوري. ومن وقتها نشأت علاقة صداقة متينة جدا بين أميل قدي وجواد بولس. وقت صار أميل قدي عايش بعزلة بسبب المقاطعة السياسية لإله، ضل جواد بولس وفي للصداقة اللي جمعته بالرئيس قدي، فكان يزوره ببيته بوضح النهار، وكتار كانوا يزوروه تحت جناح الليل. بعد فترة التدرج فتح جواد بولس بطرابلس مكتب محاماة خاص فيه، وبسرعة لمع نجم المحامي الشاب كمرجع بيتمتع بأخلاقية نادرة ومصداقية بالتعاطي مع الناس. فكانت مهنة المحاماة بالنسبة له رسالة أكثر من كونها مورد رزق، وهالشي بيعرفه كل مين عرف جواد بولس. بروز جواد بولس بمجال المحاماة دفع زملائه لانتخابه نقيب للمحامين بالشمال مرتين، أول مرة سنة 1932 وتاني مرة سنة 38، وكانت كل فترة انتخاب دوم سنتين. وبين سنة 37 والتسعة وثلاثين كان جواد بولس نائب بمجلس نيابي معين، وب 18 أذار من سنة 43 سنة الاستقلال دخل جواد بولس إلى مجلس الوزراء وزير للخارجية والأشغال العامة والصحة.
إننا جئنا إلى الحكم سنة 1943 باتفاق الفرنسيين والإنجليز الذين كانوا يحتلون البلد عسكريا بسبب الحرب الكبرى التي لم تكن قد انتهت. كانت حكومتنا ثلاثية برئاسة الدكتور أيوب ثابت رئيس دولة ممثل الأقليات، والأمير خالد شهاب ممثل المسلمين، وأنا ممثل الموارنة. نعم. كان علينا أن نجري الانتخابات النيابية ونعيد الدستور ونقوم بممارسة الاستقلال بصورة شرعية، فحصل خلاف بيننا وبين السلطة الإنجليزية فتركنا الحكم. الخلاف اللي فرض عقد الحكومة كان بسبب قانون الانتخابات. قامت حكومة أيوب ثابت بإحصاء رسمي ووزعت المقاعد النيابية نسبة على السكان، يعني 32 مقعد نيابي للمسيحيين و23 للمحمديين. وافق الأمير خالد شهاب على المشروع القانوني، ولكن الشارع الإسلامي وقف ضد المشروع. فكان جواب جواد بولوس وجواب الحكومة: نحن مستعدين لأي تعديل إذا كان هناك خطأ قانوني بالأرقام، فالمشروع مستمد من إحصاءات رسمية ودقيقة. بعد الأخذ والرد والمشاورات بين الجنرال كاترو ونحاس باشا بالقاهرة، تم الاتفاق على توزيع 5-6، يعني 25 مقعد نيابي للمحمديين و30 مقعد نيابي للمسيحيين. قدمت حكومة المنطق استقالتها وربح اللامنطق. جواد بولوس المؤرخ والوزير والنائب من الوجوه السياسية النادرة بلبنان لسببين أساسيين. أولا، لأنه ظل خارج اللعبة السياسية بمفهوم اللبنان التقليدي. ثانيا، لأنه السياسة توسلت له وهو توسل الفكر. برأيه ما في قيمة لعمل سياسي من دون خلفية فكرية. يمكن لهيك كان من الزعماء القلال اللي حملوا لقب استاذ مش لقب شيخ او بيك. سياسي كان بالنسبه لإلو انه يمكن نوع من الاصلاح بالبلد، يعني كان هو عم على مضض عم بشوف شو عم بيصير ببلده من قبل الاستقلال. هو كان من دعاة الاستقلال، انما توقيت الاستقلال كان ضده. كان يقول في احداث عم بتصير بالمنطقه نحن مش قادرين نتحملها، نحن ومستقلين وحدنا، خلينا نضل مثل ما لنا الى ان تنجلي الاوضاع، تنتهي الحرب العالميه، وبعدين نشوف كيف بنيسر امورنا. وهيدي هو وضع حاله على جنب، ما راضي يدخل باللعبة السياسية بال 43 رغم كل العروض اللي يعني طلبوها منه وعرضوها عليه ما كان يقبل. بصيف 43 خاض جواد بولوس الانتخابات النيابية على لائحة إميل إدي اللي ضمت كمان من الشمال راشد المقدم. أما اللائحة المقابلة لائحة بشارة الخوري فكانت بتضم من الشمال حميد فرنجية وعبد الحميد كرامي. قبل أسبوع من إجراء الانتخابات اتدخلوا الإنجليز وفرطوا لائحة جواد بولوس اللي خسرت الانتخابات ورفض عرض الجنرال سبيرس المشروط للرئاسة. وقتها قال للسياسة: بخاطرك. انصرف للتأليف التاريخي الموثوعي، وعلى رغم الفراق ضل اسم جواد بولوس بالواجهة وضل على علاقة جيدة بريمو إدي وكمال جنبلاط وأنري فرعون وشارل مالك وغيرهم، وضلت السياسة تناديله. عند كل مرة يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الماضي كان يطلب مني كثير من الأصدقاء والمعارف أن أرشح نفسي لهذا المركز، فكنت أشترط أن يحصل ترشيحي بالإجماع لأني لا أرضى أن أكون مرشحا من كتلة أو حزب ضد كتلة أو حزب، لأني بطبيعتي أكره أن أكون مرشح معركة مفضلا أن أصل إلى الرئاسة ممثلا جميع الكتل والفئات. وبذكر انه سنة 58 عندما حان وقت انتخاب رئيس للبنان بعد بانتهاء ولاية الرئيس شمعون، طرح اسمه بصورة جدية للمرحوم الأستاذ جواد بولوس، ولكن الظروف وقتها ما ساعدت على انتقائه او انتخابه رئيس.
ونفس الشيء حصل سنة ال 66 سنة ال 64 سنة ال 64 كمان ذكر اسمه بين المرشحين وكان في الطليعة، وإنما الظروف مرة ثانية ما ساعدت على انتخابه رئيس. هو كان طموحه السياسي طموح ما بعتقد بذل كتير في سبيله، لا بل بالعكس يعني، لا ركض ترشح على النيابي ودبر الناخبين وعين ناس وشيل ناس وحط ناس مثل ما هي الانتخابات عنا، ولا بزمانه طبق نواب لمن طرح اسمه كرئيس جمهورية. هو كان دايما في شيء دوغولي بشخصيته، انه انا موجود اذا بدكم يعني متوافر لخدمة عامة. يمتاز عن سائر المرشحين لرئيس الجمهورية انه في حين بنشوف انه نحن أكثرية سلالة الرؤساء من أيام الانتداب لليوم كانوا رجال قانون ومحامين، وما بعرف إذا الشيء كان منيح أو لا، يعني مقاربتهم للسياسة كانت مقاربة حقوقية. جواد كان بيكون الوحيد اللي مقاربته مقاربة تاريخية. فجواد كتير هلا يمكن من الناس مين جواد بولس؟ جواد بولس كان يكون الرجل الوحيد لو حكم، بقدر ما بيحكم رئيس الجمهورية بلبنان، لو حكم كان اجا بنظرة تاريخية. هالنظرة التاريخية بتقولي لي شو تأثيرها؟ عم بسبق سؤالك، شو كانت تأثيرها؟ شو كانت غيرت؟ كانت غيرت كتير بعلاقاتنا مع الدول العربية الأخرى، كانت غيرت كتير بموقفنا من إسرائيل أو من القضية الفلسطينية، كانت غيرت بتعاملنا مع العمق العربي، كانت غيرت بشيء من الموقف الافتخاري تجاه الغرب، وكانت غيرت خصوصا من حيث الشخصية إنه هذا رجل عالم، يعني ما حدا في هبط عليه حيطان او يجي يقول له تعال نعمل شي بازار حكي لي تحكي لك او شيء. كان رفع السياسي الى مستوى ما بقول انه ما حدا غيره رفع، يعني في ناس ما بدناش نحاكم الرؤساء، لا كان دائما يطرح اسمه مش كمرشح رئيس حزب راكد يعني انت وعم بيعدوا اصوات والى اخره، مثل ناس كتير يعني هيك جديرين بالاحترام، رئيس كمين شمعون، حميد فرنجي اللي ما خدموا الحظ انه صار رئيس، وسليمان بيك، شارل حلو، لا شارل الى حد ما كان كمان اجا فضت مشكل، جواد كان اجا فضت مشكل، كان اجا رئيس اجماع، ما كان ممكن يجي رئيس منازعة او رئيس حزبي معي 51 صوت لديك معه 49 او شيء من هالنوع. ف جدي او لا، قديش كانت المشكلة جدية؟ لو المشكلة جدية لدرجة انه ما بتنحل بنجاح فريق على التاني او بانجاح فريق على التاني، لانه احيانا كان النجاح متوقف مش على الاصوات اللي بيجمعها الواحد بالمجلس، انما على هيك التيارات والتأثيرات الداخلية والخارجية والاقليمية وكل اللعبة. جواد بولس ما كان عنده حزبية، ما كان عنده في الويس معه، بس هدولي ما انه حزبية سياسية يعني قوية منيعة بتجمع حول نفسها كنوات بتجمع قوة تفرض رئيس جمهورية، ولكن في دولة تسنده، يعني ما كان محسوب على فلان أو فلان ما بدأش نسمي. لا جواد كان ممكن يكون الرجل الذي يأتي لحل مشكل استعصى بوجود منافسين غير ممكنين. بعمر 22 تزوج جواد بولس أنجيل أنطوان صوايا طرابلسية الأصل والمقيمة بالإسكندرية، واستمر زواجهم 36 سنة وانتهى بوفاة أنجيل صوايا بولس بتموز سنة 58 من دون أن يرزق الزوجين بولاد. وسنة 68 تزوج جواد بولس من ليندا سوسا أرملة الكونت دو صعب، وهي من المهاجرين اللبنانيين إلى مصر. وعلاقة جواد بولس بالمرأة فيها كتير من الشفافية والاحترام. إن المرأة اللبنانية قد قطعت شوطا كبيرا في ميادين الوعي والمعرفة وأصبحت حجر الزاوية في بناء الوطن. ففي المجتمع إن المرأة تمثل النصف من جهة العدد، وفي العائلة التي هي أساس المجتمع فإن دور الأم يسبق دور المؤسسات العلمية ومدرسة الحياة من جهة تربية وتأديب وتهذيب الأطفال وتهيئة رجال ونساء الغد وإعداد المواطن الصالح. هون بإهدن الشامخة عطول المكللة بتيجان الأرميد القريبة من السما ومن سحر الضو،
من برودة الليل وشاعرية العتمة. هون بأهدن وبهالبيت اللي بدأ تشييده سنة 1926 وانتهى العمل فيه بآخر الثلاثينات، أمضى جواد بولس 47 صيفية من سنة 34 لسنة 81، وما تخلف إلا آخر سنة من حياته. بهالسنة أي سنة 82 أمضى فصل الصيف بين يسوع الملك وبيت مري، ونشر آخر كتابه التحولات الكبيرة في الشرق الأدنى منذ الإسلام. تسلية جواد بولس الوحيدة بالصيف أو هوايته الوحيدة خارج إطار البحث والتأليف كانت جنينة اللي حبها وعطاها كتير من حنانه وعنايته. الصيفية عند جواد بولس كانت تمتد لنص تشرين الثاني، وما كانت الأيام تروح سدى، يعني عطلة ما في، بل عمل جدي ووقت مكرس للبحث والكتابة سواء بقاعة مكتبه أو بحديقة المنزل. كل شي ببيت جواد بولس بيحكي عنه، حتى الأشياء الجامدة، العوينات، الأقلام، الكرسي العتيقة، المؤلفات الكاملة والصور الصامتة. كل يوم الصبح الساعة 8:30 بيشرب فنجان شوي مع نتفة عصير، نتفة لبنة، كعكة، أكلات وريجي. الساعة 9 بفوت ببلش الكتيبة، بيقرا جرايد كتير، كل الجرايد بيجوا الصبح بيقراهم، بيرجع ببلش الكتيبة. كل شي ما بيجي حدا اقعد على هالكرسي. للساعة 1:15 بيقوم، 1:30 بده يتغدى. بس يخلص غدا الساعة 2 يعني بفوت بيطلع أحلو شي ساعة ونص ساعتين. بس يقوم بياخذ فنجان شاي وبيروح، بيطلع من البيت يا على كوكتيل يا على زياره يا على سان جورج. الحيطان العتيقه، العريشه، البيت الاول، البوابه المصديه، حي العقيبه باهدن، حي الميدان، شواهد ثابته على حياه بتخلص وبتكمل مع ناس جداد ووجوه جداد. اهدن بكل معالمها ويومياتها وفصولها القاسية والحلوة، عاشت مع جواد بولس ورافقت أحلامه ومراحل العمر. نقل جواد بولس بين زغرتا واهدن وبيت مري وريفون ويسوع الملك، وأحب بنفس الوقت بيروت وقت كانت الضج بالحياة. سكن بشارع محمد الحوت قبل ما يطل علينا وعليه حوت الحرب. بخلال الحرب الناس تغيروا ولبسوا ثياب المعركة وغيروا عاداتهم، تفرقوا الأصحاب، واصف عز الدين، كمال جنبلاط، أنري فرعون، ريمو إدي، وبعد الظهر التغى سان جورج من دفتر المواعيد. إن التاريخ للشعوب كالذاكرة للأفراد، فالشعب الذي يجهل تاريخه الحقيقي هو كالفرد الذي فقد ذاكرته. فالتاريخ هو سياسة الماضي، وسياسة الحاضر هي تاريخ المستقبل.
ترك جواد بولس مغريات السياسة والزعامة وانصرف بكل جوارحه للتأليف التاريخي والبحث والعمل الفكري الموسوعي، وضل على علاقته مع بعض الشخصيات البارزة بعالم السياسة والفكر. إنما هالعلاقات أخذت طابع الصداقة الاجتماعية وما أدت لتغيير خط حياة جواد بولس اللي قرر يترهبن للكتابة التاريخية. أمضى جواد بولس سنوات طويلة بالعمل المضني حتى صدرت موسوعة تاريخ شعوب الشرق الأدنى وحضاراته تباعاً، وعلى مدى 7 سنوات بين 61 و 68، وهالموسوعة كناية عن 5 أجزاء بتضم 2110 صفحات، واستغرق العمل فيها أكثر من 20 سنة، أي ربع حياة جواد بولس تقريباً. وبالنصف الثاني من الخمسينات التقى أرنولد توينبي بجواد بولس، وكان مشروع الموسوعة بعد ما اكتمل. اختلف توينبي مع المؤرخ اللبناني ورجع كتب مقدمة للموسوعة، هي المقدمة اليتيمة اللي كتبها توينبي بحياته. على شو اختلفوا جواد بولس وتوينبي وكيف تسوى الخلاف؟ توينبي اجا كمحاضر على الجامعة الأمريكية ب 1958 وشافوا عدة مرات. أول لقاء كان كتير محتدم لأنه كانوا عندهم اثنينتهم وجهة نظر كل واحد مختلف عن التاني. جواد بولس كان مثل ما بتعرفوا كان يؤمن بأنه الجغرافيا هي أم التاريخ وصانعة التاريخ. توينبي كان عنده نظرية مختلفة تماما عنه. صار في عدة لقاءات للشهر اللي قضاه توينبي محاضر بالجامعة الأمريكية، شافوا شي 7 أو 8 مرات. آخر مرة قال له بدريد أخذ منك الشيء اللي كاتبه عن هالمواضيع هيدي، وما زالك عم تحضر أنت تكتب كتاب، شوف أنا شو وجهة نظري وببعث لك إياها. جواب توينبي بعد شهرين كان أنه بعث له مقدمة لكتابه، وكتب له بالمقدمة الشعوب العالم تتعلم كتير لما بتقرأ جواد بولس. سنة 61 ومع صدور الجزء الأول من الموسوعة بباريس، أهدى جواد بولس إحدى النسخ للرئيس شارل دوغول اللي كتب لجواد بولس رسالة مؤثرة. بتقول الرسالة: سيدي الوزير، هذا الجزء الأول من تاريخ شعوب الشرق الأدنى وحضاراته أتاح لي تقدير أهمية العمل الذي كرست نفسك من أجله، وإني لقادر كون هذا المصنف الذي سيلقى رواجا كبيرا قد كتب باللغة الفرنسية، وإني فيما أتمنى لك النجاح أشكرك على تقدمتك التي أثرت في عباراتها. تفضل سيدي الوزير بقبول عواطف التقدير الرفيع. شارل دوغول. وقبل دوغول وتوينبي اطلع الأديب المصري طه حسين على المخطوطة الأولى للموسوعة التاريخية، وكتب لجواد بولس: لقد استمتعت بقراءتها وانتفعت بما فيها من نظرات بعيدة ثاقبة نفذت إلى أعماق التاريخ وفسرت كثيرا من ظواهره في الشرق الأدنى. بعد 25 سنة على صدور الأجزاء 5 باللغة الفرنسية، صدرت الموسوعة باللغة العربية. موسيقى
هو جواد بولس بالعادي كان يكتب بالفرنساوي حتى لآخر كتبه، إلا كتاب وحيد طلع استثناء اللي هو التحولات الأخيرة في تاريخ الشرق الأدنى نزول الإسلام، اللي أعلن عنه قبل بأسبوع من وفاته أو أسبوعين. ما تبقى كل كتبه كتبه بالفرنساوي، محاضراته تصريحاته إلى لغته العربية كانت كتير واضحة وجلية، بس طبعا كانت بحاجة لإيديتينج. هلأ كانت أمنية من أمنياته أنه تترجم للعربي، مع الأسف أنه ما ترجمت على حياته، عشان ترجمني بعد وفاته. بس مشكلة التعريب الموسوعة كان من أصعب المشاكل الترجمة، يعني تعريب باردون، لأنه أنك تعربي يعني تنقلي نص للعربية بروحه وبنصه أصعب من أنه ترجمي نص عربي أو أجنبي للغة أجنبية تانية. فترجمة هالموسوعة من الفرنسية للإنجليزية أسهل بكثير من أنك ترجميها من تعربيها للعربي، يعني من أنك ترجميها للعربي، لأنه بالنص العربي بدك تضلك ماسكة العبارة من أولها لأخيرها وتنتبهي للمثنى وتردي وتربطي، وهذا أمر مش مألوف باللغة الأجنبية، فضلا عن المفردات اللي كانت تورد بالفرنسية مش مثل ما بتلفظ بالعربية، لأنه ما ممكن تحذري إلا بدك تكوني قارية بالإطار التاريخي كل هال، وخصوصا على الخرائط بدك تعرفي موقع أسماء المدن. فحتى تأخذ مثل مقدمة ابن خلدون واردي بالكلمة الفرنسية بروليغومان، إذا ما عندك فكرة أنه هيدي مقدمة مطولة ومسهر يعني ومكثفة، ما بتحذري إنها مقدمة ابن خلدون، يعني عم بعطيكي مثل. بعدين مثل ما قلنا استغرق العمل وقت طويل بحكم إنه 2500 صفحة مش عم تترجمي مقال ولا كتاب 100 صفحة. ترجمته وحدك ولا كان في مجموعة؟ لا الحقيقة ساعدتني مدامتي ماري. هلا في شيء تاني اعترضنا بالترجمة، هي سيتاسيون مثلا عند جيرشمان وقت، خصوصا بأول جزء في استشهادات كتير منه، عنده جمل مطبعة بثلاث نقاط توقف. أولا لغة جيرشمان لغة كتير معقدة حتى بالنسبة للفرنسي ذاته. بعدين كيف إذا كانت يعني مبطورة، يعني اخدي انت مقطع مقتطفتي من سياق عام، فمعناتها صرنا نلاحق النص بإطار مؤلفاته لجيرشمان، حتى إذا تقريبا ما حذرنا شو بيعني هون أو شو بيقصد بهالمعنى نلحقه بالنص الأساسي. جواد بولس يعتبر مؤرخ لبناني، يعني عجنة إذا صح التسمية، عجنة لبنانية، عجنة لبنانية. فلذلك في القضايا اللبنانية البحث وأصر على كلمة البحث حتى لو قال البحث، لأنه غلط، شيء غلط شائع. العناصر اللبنانية البحث هو يشكلها فيما كتب في كتبه من تاريخ فيما يتعلق بتاريخ لبنان أو في تاريخه الأوسع الواسع الكبير. ففي يرادف تماما جواد بولس مؤرخ لبنان وليس مؤرخ لبناني. سنة 1969 أصدر جواد بولس كتاب تاريخ لبنان، وبعد 4 سنين أعيد طبعه بعد تعديل العنوان وبعض المضمون، وصار عنوان الكتاب لبنان والبلدان المجاورة. وهالكتب أيضا صدروا بالفرنسية. ليش كل كتب جواد بولس ما عدا الكتاب الأخير صدروا بالفرنسية؟ الأبحاث اللي تعطاها أصولها وكتاباتها موجودة بالفرنساوي، متوافرة بالفرنساوي أكثر من توافرها بالعربي.
هو درس بنوع أخص تخصص يعني إذا جاز التعبير بتاريخ الشعوب القديمة، الشعوب السامية القديمة، وهذه مراجعها كلها بالفرنساوي والإنجليزي والألماني. مع الأسف نحن أكثر الناس وأشد الناس جهلا بتاريخنا، حتى بعض الأصول التاريخية العربية يلي ممكن واحد يريد يرجع لها بلاقي أنه حتى طبعاتها العربية منشورة بألمانيا ومنشورة بإنجلترا ومنشورة بأوروبا، وكتب بعض كتب الرحالة العرب يعني مش منشورة بالعربي، موجودة مخطوطات بالعربي، إنما الطبعات المدققة إديسيون كريتيك يعني الطبعات اللي فيها هيك إسنادات وتفسيرات وما إلى ذلك نشرت في الجامعات الأوروبية. فالغرب كان أدرس أي أشد دراسي وأشد جدية في الدراسة لتاريخنا مننا نحن، ولها سبب يعني بالطبيعة كان يكتب بالفرنساوي. ما بعتقد فيها موقف يعني أي موقف لا وطني ولا ثقافي. على رغم مظاهر التقدير ظل جواد بولس على تواضع المفكر. جواد بولس العضو في الأكاديمية الفنزويلية للتاريخ من سنة 1968 حتى وفاته، صار رئيس الأكاديمية اللبنانية اللي أسسوها ست شخصيات فكرية، وللتاريخ في اثنين بيتذكروا. بالدرجة الأولى كان شعب مالك وفؤاد برام، ثم جواد بولس بطبيعة الحال لأنه هو العنصر الأبرز تاريخيا يعني. بعدين سعيد عقل. سعيد كان زي مرشد روحي تستطيع تسميه. نعيمة خايل ما بسميه مشارك في الإنشاء، لا، لأنه على كثير من مضض راجعوا مخالي النعيمي أن يشترك، فشارك في جلستين لا ممتع واعتذر. شو كنت عم تعمل بين كل هالموارنة؟ كنت عم بهدين للإسلام. ما يكون صار العكس. مع إني الأعجوبي. الأكاديمية اللبنانية تأسست برغبة 4-5 بينهم أنا وبينهم جواد بولس وبينهم شار مالك وخصوصا فؤاد البستاني. كان فيها الشيخ عبد الله العلايني من الشخصيات المرموقة، كان فيها جورج الشحادي من الشخصيات المرموقة، وجورج فواز أحد العلماء اللي لهم قيمتهم بأمريكا، وهون كان فيها أشخاص تحرج عدا اللي ذكرت لك إياهم. وبأول اجتماع اقترح الشيخ عبد الله العلايني إنه أنا أكون رئيسة، فورا أنا اعترضت على الكلام وقلت له ما بدنا ننتخب، خلينا بالإجماع ننتخب نعين جواد بولس رئيس والشيخ عبد الله العلايلي نائب رئيس وفؤاد البستاني أمين عام. وهيك صار. هدفها أولا تنتج هي، لأنه أشخاصها هني أكبر المنتجين بالفكر، بدها تنتج بالفكر وبالفن وبالعلم. ثانيا بدها ترعى هالأمور الثلاثة هاي بغيرها، أن تستثير الإبداع، بتلاقي هالكلمة بالحرف تستثير الإبداع، واستثارة الإبداع إلى تكنيك طويل عريض، وبدها تحافظ على كرامة الإنتاج الفكري وتعمل منها الأكاديمية أكبر مرجع حتى للسياسة، أكبر مرجع يرجع ولاية اللبنانية شو قالت الأكاديمية.
مطلع الحرب انضم جواد بولس للجبهة اللبنانية اللي كان اسمها بالبداية جبهة الحرية والإنسان. بالجبهة التقت السياسة مع الفكر، والدليل وجود 4 من أعضاء الأكاديمية اللبنانية إلى جانب الرئيسين فرنجية وشمعون والقادة السياسيين. بإحدى الفترات من حياة الجبهة اللبنانية اللي استمرت حوالي 10 سنين، التقى شارل مالك وفؤاد فرام البستاني وسعيد عقل وجواد بولس على ثوابت، ومعهم كان بالخط الفكري النائب إدوار حنين. وكانت من المرات القليلة اللي بتلتقي فيها السياسة بالفكر بإطار تنظيمي واحد. وطيلة حياته ما ابتعد جواد بولس عن المنبر الأكاديمي، فحاضر عن لبنان والشرق وضل حاضر بلبنان وبالشرق. إن التاريخ هو مدرسة السياسة كما قلت على الصعيدين الداخلي والخارجي، فهو سياسة الماضي القريب والبعيد، كما أن سياسة الحاضر هي امتداد للماضي والعامل الأساسي لسياسة المستقبل. مات جواد بولس بعمر 82 سنة، وترك بغيابه فراغ، وبنفس الوقت ترك مؤلفات هي ثروة ما بتموت. بعد أشهر على وفاة جواد بولس نشأت مؤسسة بتحمل اسمه وخصصت جايزة لأثر لبناني مهم. ثلاث جوائز نعطيو: جوزيف ليان للأعشاب اللبنانية، خيل نعيمي مجموعة إنتاجه، وحارس البستاني كارتاج. صار في أحداث توقفنا، هلأ استعدنا نشاطنا بمؤسسة جواد بولس، ولح نعطي سنة الجاي مؤكد جائزة اللي بنشوفه أنسب وقريب لفكر جواد بولس. الاتجاه عند اللجنة هلأ نعطي شيء يمت إلى التاريخ. بكفي اسم جواد بولس، بتكون جايزة لها أهمية كبيرة، خاصة أنه أخذتها على كتاب بيهتم بنفس الموضوع اللي اهتم فيه جواد بولس. جواد بولس اهتم بحضارات الشرق الأدنى القديم، وبتصور أروع ما كتب عن الحضارات الشرق الأدنى القديم اللي كتبه جواد بولس بخمس مجلدات باللغة الفرنسية. وأنا وقت كنت عم بدرس بباريس كان كتاب جواد بولس مرافقني طول الوقت، لأنه منه تعلمت أهمية الحضارات الشرق الأدنى القديم. والجايزة اللي أخذتها جايزة أخذتها عن كتاب اسمه قرطاجة بنت صور، صدر سنة 86، وبتصور يمكن سنة 87 أخذت الجايزة عليها. كنت كتير فخور بهالجايزة، أول شيء لمعرفة الحميمي بجواد بولس، وخصوصا انه لو كان بعضه طيب بوقتها كنت بتصور هو كان مبسط كتير، لانه اخر حياته رفقته كتير اوقات، خصوصا بعلاقته مع الوالد الاكاديمية اللبنانية والى اخره، وانا بنيت معه علاقة خاصة شخصية. كنت بالقليلة مرتين بالاسبوع اطلع لعنده على يسوع الملك واقعد انا وياه ونحكي بالتاريخ القديم. ويمكن النفس اللي موجود بكتاب بقرطاجة منصور كتير تأثرت فيه بالمعلومات أو نمط التاريخي اللي اشتغل فيه جواد بولس. التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى هو الأثر الوحيد باللغة العربية اللي كتبه جواد بولس، وبهالكتاب بيأكد على نظرية بتقول إنه الجغرافيا بتأثر بشكل نسبي مش مطلق على مسار التاريخ والشعوب. ولأثبات نظريته عدد 12 تحول شهدهم تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسلام حتى سنة 1918، وكانت هالتحولات تتم بفعل تدخل حدث أو شخصية تاريخية على مسرح الأحداث.
بآخر كم سنة اختار جواد بولس الهدوء بدير يسوع الملك، ابتعد عن ضجيج الناس وتآلف مع الصفاء الإلهي والصمت والتواضع وحيطان الدير والبواب الساكتة. غرفة متواضعة، مكتب عادي، صالة اجتماعات وكتب عراف. بدير يسوع الملك النهاية ما بتعني النهاية. في كتار بيروحوا مع الموج بيمحيون النسيان، وكتار بيضلوا ثابتين مثل الحقيقة ومثل لبنان.